غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو، مساء الخير سعادة الأب جبران، لعلك بخير يا فندم. ألو ألو، أيوة، مع الأستاذ وسام عبد الله من أمريكا. سعادة الأب جبران، أهلين، أهلا وسهلا بك، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. سعادة الأب الفاضل المحترم، يعني قول كونوا دائما مستعدين ما أنتم عليه من الرجاء. كان عندي سؤال لو تكرمت يا فندم، حيرني شوي، يعني من خلق من؟ هل يسوع خلق مريم أم مريم خلقت يسوع؟ ليش هلا عم تفتح هلا المواضيع يعني؟ لأن يسوع بيقول فتشوا الكتب، لأن يسوع بيقول ابحث عن الحق. إيه طبعا أيوة. هلا انت عم بتكتب كتاب، عم بتتناقشني بكتاب مقدس هلا؟ يا طلاب الفاضل، يا الفاضل، يا فندم ريلاكس، يا فندم ريلاكس. الكتاب بيقول لك مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسال. طيب ما بدي اجاوبك، ما بدي اجاوبك. شو المطلوب مني؟ شو المطلوب؟ انا عاوز اعرف الاجابه يا فندم. انت المفروض مستعد للكرازه. بدي تعب الكتاب المقدس. تطلع على خير، تطلع على خير يا فندم. فين الرد على السؤال؟ فين الكراسه؟ فين الاستعداد للكراسه؟ انت عندك استعداد كنت يا فندم. انت لو عندك استعداد كنت رديت. انت ما انتش عارف الاجابه. انت لو عارف الاجابه كنت رديت. انت بتدور على عذر عشان انت ما عندك رد. انت غير مستعد للكراسه. يا سيدي السماوات، اتفضل حضرتك. تاني يجاوب. هو لو عنده اجابه يجاوب. السؤال صدمه، السؤال صدمه. شوف السؤال صدمه. تعجبني الموسيقى وكلام فارغ. كان معانا الهواء مباشرة الآن الآب جبران فيني من كنيسة القديس جورج لبنان روم أرثوذكس، مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك. الحمد لله، الله أكبر، كبير، كل طرد منه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود، يا من جل قدره، جل قدره. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا، سماء وأرضا.